دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، نورنا وصباح الخير على صباح حضرتك. الخير عليكم، اهلا وسهلا. انا دكتور عايزه ابدا مع حضرتك فعلا على طول، مش بالسؤال التقليدي بتاع عجبك ولا لا، مش هي عجبك اكيد صح مش كده؟ طبعا هو ده، اصل ده اتجاه مش بس، وانا حتى كنا بنتكلم الصبح وامبارح وفي الايام اللي فاتت بقالنا في ايام مساء بنتكلم عن نتكلم، المشروع. ومحتاجين نتكلم، محتاجين نتكلم عشان محتاجين نفرح، عشان محتاجين يبقى عندنا مثل وعندنا نموذج، لان النماذج الجيده والايجابيه عدوى، فمحتاجين هذه العدوى تنتشر، بالذات ان عندك في كثير من الاحيان البعض يتشكك، البعض غير متفاهم زي ما حضرتك قلتي، وكثير طبعا من الحملات المضاده المنظمه الممنهجه ضد اي عمليه تنميه او ضد عمليه الاصلاح او اي نجاحات لمصر، وبالذات بعد ما صندوق النقد الدولي او البنك الدولي مؤسسات الدوليه، وقلنا هذا الكلام، مؤسسات الدوليه فيتش، ستاندرد اند بور، مؤسسات التصنيف الائتماني، البنك الدولي او صندوق النقد الدولي اللي هي لا تتبع حكومه ولا تجذب ولا تتجمع ولهاش مصلحه، لكن بتصنف مصر ملهاش مصلحه، تصنيفات بتشتغل جيده. بحياديه، دي مؤسسات دوليه تتبع الامم المتحده او تتبع المنظمات الدوليه. لما تيجي ستاندرد اند بور او فيتش تدي لمصر ترتيب مستقل او مستقر وتديها ملاءه ماليه طيبه، في حين تدي لبعض دول المنطقه زي تركيا او زي قطر على سبيل المثال تصنيف ائتماني بالسالب، ده طبعا شيء ايجابي لازم نفرح بيه. لما يجي البنك الدولي او صندوق النقد الدولي يراجع عمليه النمو بعد ازمه كورونا ويدي ماينس لكل دول المنطقه، واحنا الدوله الوحيده اللي تحقق فوق بلس 2% او 3%، علينا ان احنا نفرح بهذا النموذج. ده تحديدا اساتذه الاقتصاد قالوا انه كان مفاجاه مهمه جدا، وما كانش مفاجاه يعني، لا مش مفاجاه، هقول لحضرتك مش مفاجاه ليه؟ لانك انت لما تعملي برنامج اصلاح اقتصادي قوي، وهقول لك بقى ليه مش مفاجاه، لان لما تسقطي، وانا قلت هذا الكلام من قبل، طفوا علينا النور فجاه، كان في دوله شغاله وفجاه اطفى علينا النور، فنسقط في النمو الاقتصادي، وده طبعا كان مقصود يعني الربيع العربي كلها زي كده، فنسقط في النمو الاقتصادي الى 1.5 و2%، وبعدين بعديها بسنوات الشعب يتماسك وقياده تؤمن بهذا الوطن وبحق هذا الوطن انه ينهض من اول وجديد، ونحن في رباط الى يوم الدين وهنفضل في رباط الى يوم الدين، ونطلع من 1.5% الى 6%، ويتقال ان احنا ممكن نحقق 6.5%، ان البطاله تنزل من 14% ل 8%، ان حجم التضخم ينخفض من 30 و40 و50 بعد الثوره، حضرتك تفتكري الاسعار كانت بترتفع جدا، النهارده حجم التضخم في حدود ال 10%، او ان احنا ما نلاقيش غير 11 12 مليار في خزانه الدوله اللي هو احتياطي النقدي، ونطلع لل 45 او لل 47، وده طبعا ريكورد. فاحنا